بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أعزائي طلبة وطالبات المرحلة الثانوية أولى وتانية وتالتة ثانوي، وكمان معاهم المرحلة الإعدادية أولى وتانية وتالتة إعدادي، وبالأخص تالتة إعدادي. موضوع النهاردة من الموضوعات المهمة جدا اللي يهم المرحلة الثانوية عامة والمرحلة الإعدادية وخاصة الصف الثالث الإعدادي، لأنه بيهتم بمهارة مهمة جدا عندنا اللي هي رايتنج سكيلز أو مهارات الكتابة، وبيهتم بسؤال ثابت في الامتحان للمرحلة الثانوية اللي هو إيساي رايتنج، اللي بيقابله سؤال في ثالثه اعدادي اللي هو الباراجراف رايتنج، كتابه الباراجراف او الفقره، والفقره هي جزء من الايساي او من المقال، وبيكون اخف شويه في ثانيه اعدادي واخف خالص في اولى اعدادي. وبالنسبه لكتابه الايساي او المقال، في ناس كتير بتستصعبه، لكن ان شاء الله بعد ما تشوف الفيديو ده هتلاقي ان الامور بقت اسهل واسهل بكتير باذن الله رب العالمين. ويا ريت تتابع معايا، يكون معاك ورقه وقلم علشان تسجل لو في اي نقطه مهمه او كلمه مهمه او تعبير او جمله مهمه تستفيد منها في كتابة المقال. في البداية انت قدامك مجموعة من التعليمات او النصائح المفروض ان انت تعمل بيها، وانت اكيد قريتها دلوقتي، زي مثلا تحديد الموضوع، هل الموضوع ايجابي او موضوع سلبي او موضوع مزدوج. موضوع ايجابي يعني اغلبه ايجابيات، لكن لا يمنع ان يكون له سلبيات بسيطة. موضوع سلبي العكس تماما، اغلبه سلبيات لكن لا يمنع ان يكون له ايجابيات بسيطة. موضوع مزدوج يعني له مميزات وله عيوب يكاد يكونوا متساويين، او ممكن كمان موضوعين تكون عامل مسودة ده كده علشان تخطط موضوعك. يفضل ان انت تكتب عنوان المقال في منتصف السطر وتاخد تحتيه خط كده بالقلم الرصاص. موضوعك طبعا لازم يكون مقسم الى فقرات، واول ما تبدا اي فقره في الموضوع تسيب ما يعادل من 5 حروف في بدايه كل فقره. ما تنساش انك تبدا الجمل بكابيتال ليترز، والجمله الستيتمنت او الجمله الخبريه تنتهي فول ستوب. ويفضل طبعا ان انت تستخدم روابط ما بين الجمل، ويفضل ان الجمله الاساسيه التوبيك سنتنس اللي انت هتبدا فيها تكون جمله تحتوي في ملخصها على الفكرة العامة للموضوع او مقدمة وتمهيد لهذا الموضوع. كمان بتسيب مسافة واضحة بين كل كلمة والتانية، وتحسن خطك على قد ما تقدر، وتسيب كمان مسافات ما بين الجمل، مسافات مناسبة طبعا، وتستخدم اللغة البسيطة قدر الامكان، وتبعد عن اي تعبيرات او كلمات معقدة او من الممكن ان انت تخطئ فيها. ممكن تستخدم بدائل ابسط، ولابد يا شباب ان انت تهتم بالشكل العام للكتابة. فالشكل العام للكتابة هي الطريقة للوصول الى اعلى الدرجات بإذن الله رب العالمين، زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض إن شاء الله. من أهم الأشياء برضو إن أنت لازم تراعي الزمن المناسب في الجملة، وتبعد عن السبيلينج ميستيكس، الأخطاء الهجائية. بعد ما تعمل المقدمة لازم إن أنت تقسم الموضوع إلى باراجرافز، فقرات، وكل فقرة تعبر عن فكرة، وتربط كل فقرة بالتانية بروابط مناسبة، ولازم تراعي الترابط والتنسيق بين جمل وأفكار الموضوع. وابعد كمان عن الجمل الطويلة بشكل عام إلا لو كانت هتخدم الموضوع. استخدم الكلمات المناسبة للتعبير عن الفكرة، وابعد عن الكلمات الغريبة خاصة لو ما كنتش متأكد منها ومن السبيلنج بتاعها. تعال نبدأ بقى في الجزء العملي. The main parts of the essay، الأجزاء الرئيسية للمقال. المقال يا شباب تقدروا تقسموه إلى 3 أجزاء رئيسية، 3 main parts. أولها الانترودكشن أو المقدمة، والمقدمة دي بتختلف من موضوع إلى موضوع. وزي ما قلنا إن في مواضيع إيجابية زي الكوبريشن مثلا، التعاون، charities المؤسسات الخيرية، كلينينس النظافة، and so on. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مقدمة الموضوع المفروض ان هي هتكون في الفقرة الاولى من المقال، وتطرح الفكرة والهدف من كتابة المقال وكيف يتم عرض الافكار. طيب نشوف بعض الجمل الافتتاحية التي تصلح لموضوعات المقالات الايجابية، جمل سهلة تقدر ان انت تحفظها، وكمان ممكن تعمل ميكس من الجمل دي. نشوف الجملة الاولى، We all agree that، وعلى النقط دي طبعا هتكتب اسم الموضوع اللي هيطلب منك الكتابة عنه في الامتحان. Is one of the most important things in our life and has its vital role nowadays. بمعنى نتفق جميعا ان، وتجيب اسم الموضوع، واحد من اهم الاشياء في حياتنا وله دورا حيويا في هذه الايام. جملة تانية، We all agree that، اذا كان الموضوع مفرد فانت بتستخدم is، اذا كان جمع فانت بتستخدم are. Very necessary and plays او play an important part in our life، يكاد يكون نفس معنى الجملة الاولى لكن بالفاظ مختلفة. جملة تالتة،
No one can deny that. وتجيب اسم الموضوع plays a very important role in our life. لا يستطيع أحد أن ينكر أن هذا الموضوع يلعب دورا هاما في حياتنا. الجملة اللي بعدها There is no doubt that. وممكن تبدأ ب No doubt that. مما لا شك فيه أن This subject has affected our thought and caused a great impact on us. بتقول طبعا أن الموضوع ده أثر على فكرنا وأحدث تأثيرا علينا. طيب نشوف بعض الجمل الافتتاحية لو المواضيع سلبية زي مثلا drugs المخدرات pollution التلوث smoking التدخين wasting time إهدار الوقت and so on. نقول مثلا there is no doubt that ونجيب اسم الموضوع is one of the most dangerous phenomena in our life and has its bad and negative effects nowadays. مما لا شك فيه أن وتجيب الموضوع هو أو هي واحدة من أخطر الظواهر في حياتنا وكذلك له أو لها آثاره السيئة والسلبية في وقتنا هذا. بعد كده يا شباب بتنتقل إلى الجزء الثاني اللي هو body of the essay ثم الجزء الثالث اللي هو conclusion الخاتمة أو الخلاصة. وفي الموضوع طبعا لابد من تقسيم الموضوع لعدد من الأفكار وتبدأ تتحدث عن كل فكرة في فقرة مستقلة واستخدم زي ما قلت لك قبل كده جمل بسيطة وواضحة وهدي لك جمل بعد شوية تساعدك في الموضوع ده جدا. أما الconclusion فغالبا ما تتضمن فقرة الخاتمة ملخصا للأفكار التي تم التعبير عنها أو النتيجة التي وصلت إليها. يعني أنت استعرضت الموضوع وتكلمت فيه باستفاضة تبدأ تدينا بقى خلاصة تفكيرك وخلاصة بحثك في هذا الموضوع وغالبا النتيجة دي بتكون نصيحة أو تحذير والأهم من ده كله إعطاء رأي أو غيره. يعني مثلا لو كان في مشكلة تقترح حلول ولو كان موضوع كويس وإيجابي طب إزاي نستفيد منه أو تذكر أهمية الموضوع أو خطورة الموضوع. ده طبعا يفضل أن يكون في جملة أو جملتين مش أكتر. يعني طيب نشوف بعض الجمل الختامية Finally it is quite clear that وتجيب اسم الموضوع is really وتوصفه وممكن كمان تكتب to sum up one can say that وتجيب اسم الموضوع is really وتوصفه وتكمل. طيب خلي بالك بقى من الجزئية اللي جاية دي لأنها في منتهى الأهمية. الجمل اللي جاية دي يا شباب هتساعدكم في المقدمة وفي الموضوع برضه. يعني ممكن تستخدموها في بداية كتابة كل فقرة ده طبعا وانت بتتكلم في المقدمة او تتكلم في الموضوع. على سبيل المثال في الموضوعات الإيجابية عندكم هنا ثلاث جمل جاهزين اتكلمت عن الجملة الاولى من شوية والجملة الثانية بتقولي We should put into consideration that واجيب اسم الموضوع has become one of the most important things in everyone's life. وجملة ثالثة No one can deny that we owe much to وتجيب اسم الموضوع which play او لو مفرد هقول plays an important role and active part in our life. طيب لو مواضيع سلبية نقول مثلا we all see that pollution على سبيل المثال stands as an obstacle in the way of our progress. نشوف جملة ثانية يا شباب there is no doubt that ونجيب اسم الموضوع is one of the most dangerous problems in our life as it has bad effects on us. جملة تالتة We all believe that ونجيب اسم الموضوع is really serious and harmful nowadays and has bad effects on all of us. طيب لو الموضوع لها advantages and disadvantages يعني موضوعات مزدوجة لها المميزات ولها العيوب ممكن استخدم جمل زي كده There is no doubt that واجيب الموضوع مثلا social media أو mobile phones is a double-edged weapon يعني سلاح ذو حدين edge يعني حافة double يعني مزدوج weapon يعني سلاح. There is no doubt that is a double-edged weapon that has both advantages and disadvantages. وبعد كده تبدأ تستعرض الأفكار بتاعتك وممكن كمان تقول in fact that وتجيب اسم الموضوع is considered a mixed blessing in our life. Mixed blessing معناها نعمة ونقمة. طيب في كمان بعض الكلمات أو الروابط اللي هتساعدك في صلب الموضوع يعني تساعدك ان انت تربط الأفكار ببعضها وتربط الجمل ببعضها زي اللي قدامك دلوقتي on one hand in addition to that hence اللي هي معناها ومن ثم يعني نتيجة لذلك زي اللي تحتها كده and as a result of this طبعا بعد كده بتكمل الكلام over and above there is no doubt that as far as I am concerned on the other hand moreover at the same time more than that consequently last but not least اخيرا وليس اخيرا طبعا دي بتتقال في النهاية يعني قبل اخر فكرة انت بتعبر عنها او قبل اخر فقرة انت بتكتب فيها وممكن كمان تستخدمها في الخاتمة. حاجة تانية another thing is that وتبدأ تكمل. طيب اهتم
اهتم كمان بالجملة المهمة جدا دي، لان هي ممكن تساعدك في ربط الجمل ببعضها، وخاصة عند الانتقال من المقدمة الى الموضوع. In addition to what I have written about، وتجيب اسم الموضوع. Before I can add that، استطيع ان اضيف ان، معناها اضافة لما كتبته عن، وتجيب اسم الموضوع من قبل، استطيع ان اضيف ان. ولو انتوا يا شباب عايزين تأكدوا الجمل اللي انتوا هتكتبوها، فانتوا ممكن تستخدموا بعض التعبيرات اللي قدامكم دي. طيب هل في جملة خاتمة ممكن انهي بيها موضوعي، سواء كان موضوع سلبي او ايجابي، او حتى موضوع مزدوج؟ ايوه طبعا. تابع معايا الجملة دي واحفظها كويس جدا. From what I have mentioned above I can say that due attention must be paid to this matter and never be neglected as it is very important or serious. معناها مما ذكرته سابقا يمكنني القول انه يجب ان نولي اهتمامنا ونوجهه نحو هذا الموضوع ولا نتجاهله لما له من أهمية أو لما له من خطورة. كمان في بعض الجمل قدامك ممكن تساعدك في كتابة الموضوعات المختلفة، وأعتقد أن الجمل دي هتستفيد منها جدا، بس عايزة منك أن أنت تحفظها كويس وتبدأ تتدرب على كتابتها واستخدامها كويس جدا. وبكده يا شباب نكون انتهينا من فيديو النهاردة، وأتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم. وبالطبع لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، وشيروا الفيديو علشان يستفيد منه أكبر عدد ممكن من الطلاب والطالبات. أتمنى لكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، ونلتقي في فيديوهات قادمة إن شاء الله يكون فيها موضوعات جاهزة، أنت أضيف عليها بس المقدمة والخاتمة المناسبة، وبكده يكون الموضوع جاهز معاك تماما. نلتقي قريبا إن قدر الله لي ولكم اللقاء والبقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.